وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقلنا إن الموقنين جمع، والجمع أقل ثلاثة، ومراتب اليقين ثلاثة: يقين عن علم، ويقين عن عين، ويقين عن حقيقة. فهب أن إبراهيم أخذ بمجرد العلم الأول يبقى يصير موقنا، يبقى أخذت المرحلة الأولى بالعين يصير من الموقنين، اليقينين الاثنين. فإذا وصل إلى حقيقتها يكون من الإيه؟ من الموقنين. واحد موقن بالعلم، واحد موقن بالعين، واحد موقن بالحقيقة. الحق سبحانه، لأن النص يفيد لازم هذا. ليه؟ لأنه مش قال لك وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين؟ لا، قال لك وليكون من الموقنين. وليكون فكأن كان عنده، بس احنا عايزين ندخله في اليقين، في مراحل اليقين الايه؟ الثلاثة. قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في سورة ألهاكم التكاثر مثالين، ادانا علم اليقين وادانا عين اليقين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لاني اخبرتكم يبقى اعلمتم، والعلم معناها صورة ذهنية. ثم لترونها عين اليقين، لما تيجي الاخرة كده والصراط مضروب على متن جهنم، الناس هتشوفها عين الايه؟ كانت علم يقين، بقت ايه؟ عين يقين. يوم المؤمن لما يمر عليه ويعرف كيف نجاه الايمان من هذه النار، تبقى دي ايه؟ تبقى دي فوز. وبعدين يدخل الجنة تاني يبقى فوز ايه؟ ولذلك قال لك مش بس تفرحوا بانكم هتدخلوا الجنة، ما انت تفرح اول الفرح من زحزح عن النار وبعدين ادخل الجنة فقد فاز. لكن حقيقة اليقين لم تأتي في هذه السورة، وانما جاءت في سورة الواقعة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لو لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه الا المطعم، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم إيه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين لترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصليته إن هذا لهو حق اليقين. العلم ما قدرش، العلم ما قدرتش، يبقى إيه؟ يبقى يشوف لحقيقة الإيه؟ اليقين. وسيدنا إبراهيم كان حقا من الموقنين في كل أدوار إيه؟ كل أدوار حياته. ليه؟ أم أنك لأنه أعلمه الله ما وراء مظاهر الملك، ما وراء مظاهر الأشياء، بأنه يرين عواقبها والأشياء اللي احنا قلناها إيه؟ ملكوت. مثلا حينما مثلا أخذ ليطرح في النار، حينما أخذ ليطرح في النار، طب ده الواحد لما ينتهي له حاجة زي كده بده يمد إيده على من ينجيه. إنما لما حكى عنه أن جبريل قال له ألك حاجة؟ قال له أما إليك فلا. قال إيه المسألة دي؟ طب ده أنا، قال لك لأنه مش عارف إن النار بتحرق بس، وإلا فهذا ظاهر الملك، ظواهر الأشياء، ولكنه علم أن النار محرقة بأن الذي خلقها جعلها محرقة، ويستطيع الذي جعلها محرقة أن لا يجعلها محرقة. يبقى يقين متيقن دي، وإلا إيه هيتلم في النار. ولذلك تلتفت، لم يكن الحظ أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كان ممكن. الله لا يقدر عليه خصومة. طيب يقدر عليه خصومه يعملوا النار ويجيبوه ويرموه في النار، يرسل الله مطرا يطفي النار، ممكن ولا لا؟ انما حين توجد اسباب للنجاة من ظاهر الكون دي ما تكونش تقريع لاعدائه، لانه لك يا سلام ده هو هرب منه، يا سلام لو كنا مسكناه باذنه كنا ولناه، لا انتم مسكتوه.
يا سلام لو كانتش الدنيا شتت على النار وطفتها كان انحرق. لا، الدنيا ما شتتش وظلت النار نار، يترمى في النار ولا ما ترمش في النار. اذا المسألة مش مسألة انجاء من النار، ولكن المسألة لي اعناق خصومه. قلنا يا نار انا خلقت فيك قوة الاحراق، انا بقول لك دلوقتي ما تحرقيش. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. انت يبقى ابراهيم عارف الحقائق دي ولا لا؟ عارف ما وراء الايه. لما جه طب ابراهيم ابتلي في اول حياته بانه يترمي في النار ويصبر ويقول اما اليك فلا، وبعدين يجي في اخر حياته مبتلى بذبح ولده. والانسان يمر عليه طور تكون ذاتيته هي المسيطرة على نفسه، وفي طور تاني تبقى ذاتية اولاده اخ ذاتيته، يحب اولاده اكثر من نفسه. اللي مش عارف فاته في نفسه بده يحققه الاولاد، فلما كبر وبقى عنده ولد ومش عارف ايه وشافوش الا بعد مدة، وبعدين يجي يبتلى بان ايه مش يقتل، يعني غير يقتله لا، ده انت اللي تذبحه. ابتلاء جميل، ابتلاء جامد قوي، وانت اللي تذبحه مش بواسطة وحي لا بواسطة رؤية. طب الرؤية دي كان برضو يطرب غفش يقول لك لا ده رؤية الانبياء حق، لكن ابراهيم يعلم من الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه الا ان يستسلموا لقضائه. ولذلك اذا رأيت انسانا طال عليه قضاء ربه في اي شيء، في مرض، في مصيبة، في مال، في مصيبة، فاعلم انه لم يرضى بما وقع له، ولو انه رضي لانتهى القضاء. لا يرفع قضاء حتى يرضى به، لا يستطيع احد ان يلوي يد خالقه، مش عشان تزعل القضاء. اذا فالناس هم الذين يطيلون على انفسهم امد القضاء. ولما تشوف واحد طال علي القضاء فاحكم من اول الامر ايه انه لسه مرضيش، يقولك لا انا راضي، قول ده بلسانك بس، انما لو انت راضي حقيقي وتعلم حكمة الله فيما اصبت به تنتهي المسألة. ولذلك سيدنا ابراهيم عرف القضية دي، ملك برضه من الملكوت، قال لك لا يرفع قضاء حتى يرضى به. فلما قال له اذبح ابنك نذبح، بس شوف ابراهيم برضه حبه لابنه لم يرد ان يجعل ابنه يمر بفترة سخط على تصرف ابيه، يعني ياخده من ايده كده والسكينة كده وساعد الفترة دي ايه لما يشوف ابوه هياخده ايه يذبحه. فترة سخط يمكن يغفل البشرية تقول ده ابوه يذبحني ده يتغير قلبه عليه، فيحرم من الجزاء على هذا. يقوم يبين له المسألة، قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، عشان ياخد ثواب الاستسلام لاخر. يبقى بيحبه ولا ما يحبوش؟ يبقى بيحبه قوي. قال له يا ابتي افعل، مش قال له افعل اللي انت عايزه لا، عشان ياخد عبودية الطاعة، قال له افعل ما تؤمر، مش بقول لك افعل اللي انت عايزه، افعل ايه؟ ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم مين؟ ابراهيم ومين؟ وتله للجميع. راضي بالقضاء ولا لا؟ ومن نرفع ناديناه ان قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، نفديه بذبح عظيم ومش كده بس، ونجيب لك ولد تاني. يبقى إذا دي من عبارة ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض إنك أنت تعرف نهاية الإيه؟ نهاية الأشياء. فإذا ما أصيب الإنسان بمصيبة ما عليه إلا أن يرضى، وقول ما دامت المصيبة لا دخل لحركتي فيها وأجراها علي خالقي، ما لا يوجد خالق يفسد ما خلق ولا صانع يفسد ما صنع، يبقى لازم لحكمة عنده، بس انا مش فاهم، انما واثق في حكمة الايه الذي ساعة ما يقول لك انت عرفت كده. فلما اسلما وتله للجميل وناديناه ان يا ابراهيم قد كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا طريق الخلاص من اي نائبة من النوائب الرضا الحق بها، ما دام يوجد رضا حق بها انتهت. ولذا اللي تحصل عنده مصيبه مثلا ولد يموت مثلا منه، وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت، الام كل ما تشوف عيل من في سنه تعيط، وكل ما تشوف مش عارف يتعيط، يظلان فاتحين لباب الاحزان، يفضل الباب مفتوح. لو انتم فتحتوا باب الحزن ايه؟ لا، لو كنتوا شطار كنتوا سنكرتوا باب الحزن ده، لان ان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه، كان عنده واحد ثاني مثلا، فسك باب الايه؟
الحدود ايه؟ بالرضا. واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منه، والمأخوذ معوض بجزاء خير ما يترك في الدنيا. تبقى المسألة كلها ماشية ايه؟ ولذلك يقول لك المصاب مش هو اللي حصلت له مصيبة، المصاب من حرم الثواب. هو ده الايه؟ هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه؟ يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه، وبعدين ما ياخدش عليه الجزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته فطيس، انت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنة، تاخد بمصاب ده الايه؟ الجنة. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، كلمة الجن والنون دي تفيد الستر والتغطية، الجنون علشان ستر للعقل. طيب وجن الليل يعني أظلم وسترك وستر عنك، سترك وستر ايه؟ يعني لا غيرك يشوفك ولا انت تشوف ايه؟ والجنة ما هي برضو لان فيها الايه؟ الاشجار والاشياء، فتستر من ايه؟ اللي يمشي فيها من الله. اذا المادة كلها ماشية على ستر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة كوكب دي تفيد انه واخد ضوء من حاجة تانية. وبعدين الكوكب لما شافه يبقى طالع كان فيه ظلم، وبعدين طلع فيبقى حادث، وبعدين قعد يبص له شويه، وبعدين الكوكب عمل ايه؟ غاب. يبقى انتقل من بزوغ وطلوع الى افول. قال الله لا، ما هم كانوا بيعملوا بقى الكواكب والنجوم والحكايه دي، فجاب لهم من ايه؟ من جنسيه. قام قال الكلمه بتاعته انا لا ايه؟ لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال، القمر اكبر شويه ودوك برضو، قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا في ازاي لما راى الكوكب ومش عارف ايه قال هذا ايه؟ ربي. هذا ربي جمله خبريه، وجمله خبريه من ابراهيم. يبقى كيف يقول ابراهيم هذا ربي؟ ازاي دي تيجي؟ العلماء وقفوا ازاي ابراهيم يجري على نفسه لفظ الايه؟ لفظ الشرك ده. هذا ايه؟ قال ابراهيم ايه؟ هذا ربي. فالعلماء حبوا يخلصوا ابراهيم من المساله دي، من المنطق ده. يقول له والله جزاكم الله كل خير، لكن كان يجب ان تؤخذ من باب قصير جدا، وهو ان الذي قال ان ابراهيم قال هذا ربي هو الذي قال في ابراهيم ما قال، وابراهيم الذي ايه؟ وفى بكلمات فاتمهن. يبقى اذا قوله هذا ربي لا تخدش في وفائه الايمان. اللي قال ابراهيم الذي وفى هو اللي قال ان ابراهيم ايه؟ قال ايه؟ فلازم لها وجه. هذا ربي. نعم. طيب القوم يعبدون الكواكب، ويريد ان يلفتهم ابراهيم الى فساد هذه العقيده. فلو ان ابراهيم من اول الامر ساعه شافهم قال لهم يا كذابين يا ضلاليه يا اللي 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 الى اخره، وقعد يشتم فيهم وبتاع وحاجات زي دي، كانوا ما يسالوش عنه ولا يسمعوا له. انما في حاجه اسمها في الجدل اسمها مجاراه الخصم. مجاراه ايه؟ علشان تستمل اذنه وتاخد قلبه وياك، وما يعرفش انك انت متعصب عليه من اول الامر، فتاخد بايده وياك كده ايه؟ مره يذكر الشيء وفيه محذوف الناس ما تلتفتش اليه، ولكن سياق الحركه يدل عليه. ازاي يعني؟ افرض ان الواحد عنده بنت وجي لها خطيب، والخطيب طلع مثلا قصير قوي، والبنت ما شاء الله طويله. تقوم مثلا لما تجي عشان يشوفني تقوم تقول له ما دي خطيبي، دي هذا خطيبي. قالت هذا خطيبي يعني ايه يعني؟ يعني بتقول لهم اهو بتنكر ان يكون هذا ايه؟ فكانهم بيقول هذا ربي. يبقى معناها ايه؟ هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ بس هذا ربي، هذا ربي ادت المعنى اللي عنده، ادت المعنى اللي عنده تحكم، وادت تأنيس من ده بيقول هذا ربي. يبقى جابت الاثنين ولا لا؟ ادي فكره النبوه.
هذا ربي. يبقى إذن لما يقولها تأهكم، طب ما هم قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، مش كده قالوا كده، أهذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده اللي بيقول، يبقى بينكروها ولا لا بينكروها. يبقى لما يقول هذا ربي يبقى إنكار ولا مش إنكار، ولكنه قل سلمنا جدلا يا سيد ان ربكم نشوف اهو افله او غاب عنكم، يبقى لا احب الافلين، يقول ده مش متعصب. وبعدين يطلع القمر يلاقيه اكبر، يقول برضو هذا ايه، هذا يا ربي، برضو خدها على الايه، على المحمل التاني. وبعدين تطلع الشمس يقول هذا ربي، ده اكبر، ده ما فيش كلام، قامت قفلت الاخرى. قال لا بقى، ده الحكايه ما تنفعش كلها الحكايه ايه. يبقى اذن المنطق الذي قاله يحقق نيته في ان ينكر هذه الربوبيه ويستانس به اذان من يسمعه، علشان والا لو انه قابل من يسمعه بالتهجر والانكار والبتاع ما ايه ما يسمعوش منه. وفيه اشياء يجعلها الحق سببا مبررا لارتكاب اشياء كثيره، الا ان بتتعمل مقارنه بينهم وبين بعض. ازاي؟ مثلا لما ربنا حكى لنا ولكن من شرح بالكفر صدره، قالها ليه ولكن من شرح بالكفر صدره؟ ليه جاي دي؟ قال لك جاء بعد قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واحد مسكه بجيب له فلفل كده ووقف عليه قال له ما فيش اله، ده اكره انما قلبه ايه. فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لإيمانه بربه لينجي حياته وهو فرد، أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم هذا ربي بما تحتمل من أساليب علشان ينجي أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام؟ يبقى صح. إذن فقول إبراهيم هذا ربي يؤخذ على محملين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه ويوم يقول، يوم يناديهم يقول أين شركائي؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ يوم يناديهم فيقول إيه؟ أين؟ طب ده مين اللي بيقول أنا؟ هو ربنا عارف إن له شركاء، بس الشركاء في زعمكم تخلوهم يجوا، أين إيه؟ شركائي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادي في بعض نياته يا إله الآلهة، يا إله الإيه، لأنه يعلم أن قوما أله ظواهر طبيعية في الكون لما يرون من الخير فيها، فقال اللي فوقهم هو الإله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. قل لو كان الإهل لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، برضو لما تقول الشمس إله هي اللي عايزها الأمير، عايزلها الى يا اله الايه، يا اله الالهة. طب وهذا الذي يذكر الهتكم، طب ما يبقى بالنصوص اهي، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى يوم ينادون فيقول اين شركائي، يبقى اذا في زعمكم انتم. طب لما ربنا يجي يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه يقول له زق انك انت العزيز الايه الكريم، انت الايه. طب هو برضو العزيز الكريم ولا كلام تهكمي، ولا كنت عزيزا كريما عند نفسك؟ فشوف انت دلوقتي فين. اذا فقول ابراهيم هذا ربي اما ان يحمل على انه تهكم واستنكار، ولكن ليس بأداة الاستفهام الانكاري، ولكن بصيغة القاء السؤال، لانك تقول هذا ربي كخبر وتقول هذا ربي، بس شوف الاشارة بس هي. هذا ربي، يبقى فهمك انك بتعمل ايه، بتنكر. وبعدين الارتقاء من مراحل لمراحل، افرض ان البنت ما عجبهاش الولد ده لانه صغير، بقى ده هيبقى خطيبي ما ينفع، امجيه واحد طويل. طيب معاه ايه؟ ما معاهش مؤهل، هيبقى خطيبي ما معاهش مؤهل، نجيب ايه ده؟ نقعد نقلها، يبقى معناها بنرفض كل ايه؟ بنرفض كل ايه؟ كل حاجه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، كان المنطق كده في اللغة يقول هذه لأن الشمس مؤنثة، مش كده؟ فلما رأى الشمس بازغة قال إيه؟
لأنه قال هذا في الكوكب وهذا فجعل الأمر على سياق وحال. ويجوز أن يقول الله جعل الشمس ضياء، جعل الشمس إيه ضياء، أهذا الضياء؟ أو أن لما يكون الخبر مذكر يبقى يصح لنا الإيه مذكر الإيه المبتدأ، أهذا رب؟ ما قالش أهذه إيه رب، وأراد أن ينزه كلمة الرب مطلقا عن أن تلحق بها علامة التأنيث. ما تلحقش بها علامة التأنيث، لأن علامة التأنيث فرع التفكير، يقول له لا ما الحقهاش به. وأيضا فالشمس مش مؤنث حقيقي، مؤنث مجاز، مؤنث إيه مجاز. ولذلك العلماء يفتنون إلى هذه المسألة فيقول أنك إذا بالغت في واحد، إذا أعطيت واحدا صفة العلم تقول فلان إيه عالم، خلاص إذا كان يعني العلم بتاعه يعني بقى ملك عنده تكون ده فلان عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. طب فإذا أحببت تديله في وصف تاني أكثر تقول ده علام، علام. ولذلك ربنا يقول علام الإيه، علام الغيوب. طب وإذا أردت أن تبالغ في البشر تقول فلان إيه علامة. طيب لما كنا نحب نبالغ في الله مش قلنا علام؟ لكن ما قلناش علامة، ما قلناش على ربنا، قلنا عليه علام بس، ما قلناش ايه. فرارا من ان تلحق تاء التأنيث اللي هي مدية التنوية ده، وان كانت للمبالغة، وان كانت لايه للمبالغة. قال هذا ربي، هذا اكبر، ده مسألة كبيرة قوي. فلما افلت قال يا قومي، مسألة وضحت بقى، اني بريء مما تشركون، اني بريء مما ايه، ده جبهة بقى صريحة دي ولا لا؟ ليه؟ لان بالترقيات الجدلية اللي قالها دي اي عاقل يسمع الكلام ده يبقى لازم متفق في الايه في الموضوع ده. وليه قال اني بريء؟ مش قال لهم فكونوا براء مما تشركون؟ لان من طبيعة الناصح او من طبيعة المنذر او من طبيعة المبشر او المبلغ ان يحمل نفسه على الامر قبل ان يحمل مخاطبة. انا ان غشتكم مش هغش مين؟ مش هغش نفسي، انا بريء، وانتم بقى احرار تشوفوا نفسكم بقى على كيفكم، انما انا شخصيا بريء. وما دام يأمرنا بامر ليس عنه بنجوى، يبقى اذا ان غش الناس مش هيغش ايه؟ هيغش نفسه. ودي اشياء بيتنبه اليها العقل حين يريد به الله هبة الهداية. يعني مثلا المرأة البلجيكية اللي أسلمت لأنها كانت تقرأ تاريخه صلى الله عليه وسلم، ثم مرت على خبر من الأخبار في قصته، فقالت إن الرسول كان يحرسه أصحابه مخافة عليه من أعدائه وخصومه، ففوجئ الحراس من الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحراس انصرفوا عني لأن الله قد عصمني من الناس. فوقفت عند دي قالت مش ممكن، انا ذا الرجل لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، ممكنش. فاسلام حاجة بسيطة كده تمر، لان ما كانش ربنا هو اللي عصمه، كان يكذب ويقول ما عصمني، طب ممكن يطلعوا عليه يموتوه، يبقى هيعمل ايه يعني؟ قال لك ان خدع الناس جميعا لا يخدع الناس في ايه، لا يخدع نفسه في حياته. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والبراءة من الشرك تخلية عن المفسد، في حاجة اسمها التخلية، يعني أن تنفك أو تنقطع عن العمل المفسد، وبعد ذلك تدخل في عمل الإيجاب الصلاح. فقال إيه؟ إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والايه والارض. وما دام انا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، والسماوات والارض هم المظهر الاول للكون الذي طرأ عليه الانسان، لان الكون اللي طرأ عليه الانسان، الانسان الخليفة جه كده لقى ايه؟ سماء وارض، ولقى فيها كل الخيرات والمسخرات وبتاع، فاول شيء قال ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تقولوا ان خلقتكم دي اللي انتوا شايفينها في نفسكم دي دقيقة، قلنا لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. من الذي فطر السماوات والارض حنيفا،
حنيفا. طب الحنف في اللغة هو ميل في الرجلين، يبقى أعمل كده رجليه هنا من تحت من بعد الركبة للقدم مقوس إلى الخارج، في ناس لما تمشي تلاقيها يبقى ده اسمه حنف، تبقى ميل في الرجل. طب هو الحنيف ده ميل في الرجل، يبقى حنيفا يعني مائلا. قال لك ايوه، ليه؟ لان الرسول قلنا السماء تتدخل بالرسالات حين يطم الفساد في الارض، فحين ياتي الرسول مائلا عن الفساد يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. حنيفا اي مائلا عن الفساد، وما انا من المشركين. وحاجه قومه، حاجه يعني حاججه، بس الجيمين مضغومين في بعض. حاجه قومه يعني ايه؟ ده يقول حجه وده يقول يكر عليه بالايه الحجه. فاذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بايه؟ بحجته، يبقى اسمه ايه؟ الحجاج او الجدل المبتل. انت بتبتل كلامه وهو بيبتل ايه؟ يبتل كلام. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. طب ده انت عايز بقى بتحاججني عشان تقنعني. طب ده الاصول من الرسول قال اقنعك، تقول انت بتحاججني علشان تقنعني، ده انا انتهيت من المساله دي. يبقى كان الغرض من الحجاج صرف ابراهيم عن دينه الحنيف الذي ارتعاه في قوله اني وجهت وجهي للذي فطر الايه؟ السماوات والارض. حاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، المسألة دي فرغ منها، انتهينا منها خلاص. بالنسبة لي انت دوروا على ايه؟ على وقت. ولا أخاف ما تشركون به. كأنهم هددوا، ما دام جت كلمة الخوف ونفاها عن نفسه خوفا مما يشركون به، فكان حصل تهديد. قالت له بقى ايه؟ زي ما قالوا ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بايه؟ بسوء. قالوا له انت قلت بقى وعملت في الاصنام وعملت في الكواكب وعملت في حاجه، الهتنا بقى مش هتسيبك. يبقى هذا الحجاج كان عشان ايه؟ عشان يثنوا عن اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ايه؟ حنيفا. فحجوه عشان يعرفوا. قالوا له اسمع بقى، انت بقى تدور على روحك لان الهتنا مش هت ايه؟ مش هتسيبك. فبيقول لهم تعالوا بقى، ولا اخاف ما تشركون به. لا اخاف ما تشركون به من ايه؟ من الكوكب اللي شافه الاول والقمر والشمس والاصنام، وده انا اخافش ما تشركون به. طب ما اخافش ما تشركون به لان دول ما لهمش نفع ولا ضر. طب فاذا اراد الله ان يكون بهم ضر لك، بأن يسقط كوكب على إنسان، تقول له هو الكوكب ما سقطش، ده أسقطه الله، يبقى اللي عمل فيه الضر مين؟ الله. يبقى هو مش اللي عمل. ولذلك شوف الدقة في الأداء العقدي، يقول لك إيه؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ينزل علي كوكب يسقطني يعمل، ده موضوع تاني. إنما لما تيجي تنظر إلى الفعل اللي هيجي اللي أنت بتخوفني منه، يبقى مش منه هو. من مين؟ من برضه من النافع الضار، وهو مين؟ فحين يشاء ربي شيئا يجي صخرة ولا حاجة تقع على يتيح تضرني الضرور. إنما هي التي ضرتني أم كانت آلة لإضراره؟ آلة لإضراره. إنما الضار مين؟ والنافع مين؟ الله. إلا أن يشاء ربي إيه؟ شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يعني اذكروا جيدا وافرقوا بين فعل يقع من فاعله وفعل يقع من آلة فاعلها غير الآلة. المسدس اللي بالواحد بيجيبه ويضربه هو المسدس اللي قتل؟ انما قتل من استعمل مين؟ من القتل اللي استعمل المسدس. فتعالى بقى لما ربنا يوقع على واحد كوكب ولا يوقع على واحد صخرة ولا يوقع على واحد، يبقى الصخرة هي اللي عملت ولا الكوكب ولا عمل ولا الفعل؟ وسع ربي كل شيء إيه علما أفلا تتذكرون. كلمة أفلا تتذكرون يدل على أن قضايا العقائد قضايا مركوزة بالفطرة، بس إقبال النفس على الشهوات بتاعتها اللي بتطمس آثار هذه الفطرة.
يبقى انا مش مطلوب منك انشاء فكره عقديه، انا من مطلوب منك ان تتذكر فقط. تتذكر يبقى معناها انها ايه؟ انها امر فطري، وده امر طبيعي. ليه؟ اما لك لان الانسان الخليفه في الارض ده، الخليفه اللي تناسل من ادم لحد ما وصل الينا، يبقى ادم ارسل خليفه في الارض ومعه منهج سماوي ينظم به حركه الحياه. مش كان المفروض ان ادم ده يلقن المنهج لاولاده؟ لازم يلقن المنهج لاولاده، واولاده لقنوا المنهج لاولادهم. امال ايه اللي خلى المناهج تنطمس؟ ام قال لك لان المناهج بتتدخل في اهواء الناس، وما دام بتتدخل في اهواء الناس يبقى عرضه انها ايه؟ تتنسي. يبقى كل عمليه بتحصل من رسالات بتذكر بمين؟ بتذكر بالمنهج الاصلي اللي احنا خدناه عن مين؟ عن الحق سبحانه وتعالى. وكيف كلام بقى تعجبهم يا اخي، وكيف اخاف ما اشركتم؟ انتم اشركتم ما لا يضر ولا ينفع، فانا ازاي اخاف الذي لا يضر ولا ينفع مع انكم اشركتم بالذي يضر وينفع؟ بقى انتم ما تخافوش من اللي بيضر حقيقة وينفع حقيقة، وأنا أخاف من الذي لا يضر ولا ينفع؟ تبقى قضية مش معقولة دي. وكيف يعني بتعجب ازاي تقولوا لي هذا الكلام؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنتم أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، فلم تخافوا أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، وأنا آمنت بما يضر ولا ينفع. يبقى المنطق من اللي منا يخاف؟ اللي أشرك بالذي يضر وينفع، إنما اللي لم يشرك بالذي لا يضر ولا ينفع يبقى يخاف ليه؟ الخصم عادة ساعة ما بيكون في جدل بتستيقظ فيه ذاتية المجادل، وفي ناس كتير يستنكفون من الحق مش لانه حق، لا، ان ينهزموا امام واحد مثيل له، انما هو عارف ايه؟ انه حق. فيقول اللي بده يصل الى الحقيقه بدون استعلاء لا يعطي الحكم بما يحرك الذاتيه في المخاصم. كان يقدر يقول ان انا كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله، أنتم ما تخافوش وأنا أخاف. طب أنا أم أنتم أحق بالأمن؟ فما قالش أنا ولا أنتم، قال أي الفريقين أحق بالأمن؟ حتى ما جابش لهم، ما قالش أنا، زي ما ربنا علم سيدنا رسول الله يقول إيه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يقول للقوم اللي كافرين به وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده منتهى الحيدة في الجدل، منتهى الحيدة في الجدل. حيدة في الجدل بتقول على كل حال منهجي ما يلتقيش بمنهجكم، فواحد مني على هدى وواحد مني على ضلال، بس أنا ما بقولش مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال، ثقة مني في أنكم إذا استعرضتم منهجكم واستعرضتم منهجي ستحكمون بأنني اللي على إيه؟ اللي على هدى، وأنكم على إيه؟ وأنكم على وإنا أو إياكم لعلى هدى. الجدل الارتقائي، جدل إيه؟ ارتقائي. مثلا الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يقول إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا، ربنا بيعلم رسوله إنه يقول لخصومه إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا. أما أجرمنا بقى الرسول هيعمل عمليات جرائم؟ ده على فرض كلامكم. قل لا تسألون، ما انتوش هتسألوا عني إن كنت أجرم. طب كان بيقول إيه؟ ولا إيه؟ نسألوا عما إيه؟ لازم كان يقول عما تجرمون. ما قالش كده، ولا نسألوا عما تعملون. الله، حتى ما جابش مسألة الإجرام بالنسبة له، جابها بالنسبة لمين؟ لأنه واثق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكريا وعقديا وعاطفيا حينتهوا إلى إيه؟ فلم يشأ أن يقول لا نسأل، أنا هجيبها لنفسي، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل، مش عما تجرمون، عما تعملون. شوف لطف الجدل إيه شكل. فأي الفريقين
لكم الأمن إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون، طب اللي قال لك لأن ما هو العلم؟ العلم أن تأخذ قضية، هذه القضية تعتقدها ولها واقع وتستطيع أن تدلل عليها. إن اختل شرط فيها يبقى خرج عن كونها تبقى علم. يبقى العلم ايه؟ قضية تعتقدها وهي واقعة وتستطيع أن تأتي عليها بدليل، ده اسمه ايه؟ العلم. قال لك ازاي يعني؟ قال لك لأن ألفاظ اللغة كل لفظ وضع لمعنى، ساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى. ساعة ما أقول الشمس تيجي في ذهنك، ساعة ما أقول الأرض يجي في ذهنك، ساعة ما أقول الماء يجي في ذهنك الماء، الهواء يجي الهواء، الجبل يجي الجبل. إنما بيجي الجبل تصور لمعنى اللفظ فقط بدون أن يكون فيه نسبة. بدل ما لما أقول لك الشمس، أنت عرفت الشمس ما تقولها إيه؟ هتقول لي ملء. يبقى ما فيش نسبة. يبقى فيه فرق بين معنى اللفظ مفرد ومعنى اللفظ إذا جاء فيه نسبة. يبقى ما دام فيه نسبة يبقى عايزين قضية. الشمس مالها يا سيدي؟ طالعة. الشمس محجوبة بالغيب مثلا، الشمس تغيب. تبقى لازم تجيب قضية نسبية، يعني تنسب شيء لشيء. لكن قبل كده، قبل ما تجيب القضايا النسبية، لازم يكون اللفظ له ايه؟ اللفظ له معنى في ذاته، انما مش معنى تركيبي، مش في جملة، ما بيديكش قضية. فدي اسمها معاني الايه؟ اللغة. وبعدين تضم لفظ الى ايه؟ الى لفظ. طيب لما تضم اللفظ الى اللفظ تنشأ نسبة او قضية. تعرف واحد اسمه، تعرف معنى جاء يعني ايه؟ دي لغة جاء يعني ايه؟ خطاها جت ناحيتك. طيب وزيد، لازم تكون عارف زيد، وإلا ما كنتش تعرفه اقول لك جاء زيد، تقول لي زيد مين؟ طب لما اقول لك يا حرام با زيد، تقول لي حرام با دي يعني ايه؟ لفظها اللغة ومش واضح اذا يعني جاي نافش عليك كده، تقول له اه. يبقى اذا لازم قبل ما نجيب قضية لازم نعرف مفرداتها معانيها ايه. فان كان وقوف الذهن في مفرد لازم نستفهم عنه، لازم نستفهم عن ايه؟ عن المعنى المفرد. وبعدين بعد ما نفهم المفردات نعرف النسب. النسب دي بقى اللي احنا بنعلها مبتدا وايه وخبر، موضوع ومحمول، مسند مسند اليه، فعل وايه وفاعل، يعني حاجه منسوبه لحاجه. اذا كانت القضيه دي واقعيه وانت تعتقدها وتستطيع ان تدلل عليها يبقى ده اسمه ايه؟ علم. ان اختلت حكايه من دول ما يبقاش اسمه ايه؟ علم. طب ان كنت بتعتقد في قضيه الا انها غير واقعيه يبقى كذب. ما اقول مثلا اللي بيعتقد ان الارض غير كرويه بيعتقد كده، الواقع كده ولا مش كده؟ مش كده، يبقى ده كذب ولا لا؟ فان كنت تعتقد شيئا غير واقع يبقى ده اسمه ايه؟ كذب. طيب وان كنت تعتقد شيئا وهو واقع هل تستطيع ان تدلل عليه؟ قال نعم. قال هذا هو العلم. فان لم تستطع ان تدل عليه يبقى تقليد. العيل الصغير كده لما يقول في الكتاب قل هو الله احد، الله احد نسبه ولا لا؟ نسب الاحديه لمين؟ لله. ده خلاص خدها عنده اهي، وهو الواقع كده ولا مش كده؟ انما العيل يقدر يجيب عليها دليل ولا قلد مين؟ قلد ابوه وقلد استاذه، وبعدين لما يكبر يبقى يعرف الايه؟ يبقى ده اسمه تقليد. اسمه ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.